باهي على السلامة، مرحبا بيك في الفيديو هذه باش نراو لي كوكسي غرام بوزيتيف. كي نقولو كوكسي معناتها بكتيري منظرها مدور كما ترى هوني، كي نقولو غرام بوزيتيف معناتها تاخذ كولور فيولي بالكولوراسيون دو غرام. فما زوز انواع نتاع بكتيري كوكسي غرام بوزيتيف اللي نجمو نلقاوهم في بدننا نتاع العبد. نجمو نلقاو لي ستريبتوكوك اللي هما جون نتاع بكتيري، والستافيلوكوك اللي هما جون اخر نتاع دي بكتيري. كيفاش باش نفرقوا ما بين لي دو جون هذوما؟ باستعمال التيست نتاع الكاتالاز. التيست هذايا باش يعطينا رياكسيون بوزيتيف في حاله ستافيلوكوك، باش يعطينا رياكسيون اللي هي نيجاتيف في الحاله نتاع ستريبتوكوك. شنو هو التيست نتاع الكاتالاز؟ الكاتالاز هي اون فيت انزيم اللي باش نلقاوها وسط ستافيلوكوك. كيفاش باش نعملوا التيست نتاع الكاتالاز؟ باش نشدوا تيوب، باش نحطوا فيه البكتيري نتاعنا وسط سوليسيون، وباش نزيدوا الاو اوكسيجيني اللي هو H2O2. اذا كان البكتيري نتاعك اللي هي ستافيلوكوك عندها الكاتالاز، فاني باش تشد H2O2 وتحولوا الاكسجين اللي هو غاز، وبالتالي باش يضل تلقى ديبولدير تكشكيش اللي هو باش يخرج من وسط التيوب. هذه هي شنو هي الفكره. دونك في حاله ستريبتوكوك رياكسيون نيجاتيف، حتى شيء له باش يتبدل. في حاله ستافيلوكوك الانزيم باش يخدم، وبالتالي فما اكسجين اللي باش يخرج باش ترى سو فورم نتاع ديبولدير تكشكيش. هذا هو الجونر نتاع لي بكتيري ستافيلوكوك اللي هما ديكوكسي غرام بوزيتيف كاتالاز بوزيتيف. توا ستافيلوكوك في حد ذاته فيه ديز سبيس. لي سبيس هذوما باش نعرفوهم باستعمال التيست نتاع الكواغولاز. لي ستافيلوكوك عندنا ستافيلوكوك اوريوس اللي هو كواغولاز بوزيتيف، يعني يعطينا رياكسيون بوزيتيف باستعمال التيست نتاع الكواغولاز. وعندنا لي ستافيلوكوك اللي هما ابيدرميديس وسابروفيتيكوس اللي يعطيو ريزولتا نيجاتيف بالتيست نتاع الكواغولاز. شنو هو التيست نتاع الكواغولاز؟ الكواغولاز هي انزيم وحده اخرى اللي هي اون فيت شنو باش تعمل؟ باش تعمل الكواغولاسيون. كانت تتذكر الكواغولاسيون فيها كاسكاد كامله اللي تتم رج وانت تحفظها، اللي فيها دونك فوا اكسترانسيك تبدا بالفاكتور 12 حتى لي نوصلوا نخدموا الفاكتور 2 اللي هو الترومبين. الترومبين باش يشد الفيبرينوجين اللي هي بروتين سوليبل وسط البلازما بتاعنا، ويحولها الفيبرين دونك اللي هي بروتين انسوليبل. هذه هي الفوا اكسترانسيك. وعندنا الفوا انترانسيك اللي هي الفاكتور 7 يوصل يخدم الفاكتور 2، ونفس الشيء باش يصير. دونك هذه كاسكاد طويله. الكواغولاز نتاع ستافيلوكوك اوريوس ماهيش باش تتمرج وتعمل الشيء هذا الكل، ديريكتومون باش تمشي تخدم الفاكتور 2 اللي هو باش يشد الفيبرينوجين يعطينا فيبرين، وباش يعطينا دونك الكواغولاسيون نتاع الدم. هذا كيفاش باش تراوه في الرياكسيون نتاعنا؟ باش نشدو ستافيلوكوك نتاعنا باش نحطوه في البلازما كما ترى هوني. اذا كان ستافيلوكوك نتاعك نوعيته اوريوس، السبيس نتاعو اوريوس، بالتالي باش تكون عنده الانزيم نتاع الكواغولاز، وبالتالي باش يعطيك ان كواغولوم في وسط البلازما. هذا كيفاش تعرف انه ستافيلوكوك نتاعك راهو من نوعيه اوريوس. وبالتالي ستافيلوكوك اوريوس هي بكتيري كوكسي غرام بوزيتيف كاتالاز بوزيتيف كواغولاز بوزيتيف. رمارك اخرى هو انه باش نراو في دي فيديو جايين ان الكواغولاز هي انزيم تستعملها ستافيلوكوك اوريوس باش تتخبى من البدن نتاعنا، باش تتخبى من الليمونيتي، من المناعه نتاع البدن نتاعنا. به دونك نمشيو توا نحكيو على ستافيلوكوك اوريوس. هالبكتيري هذه اكتشفها السيد هذايا السور الكسندر اوكستن اللي هو دونك شيروجيان. الشيروجيان هذايا لاحظ انه برشا من لي باسيون نتاعو يعملوا ديزانفكسيون نتاع لي بلاي شيروجيكال. دونك شلقى زيدا لقى انه لي بلاي هذوما يخرجوا ماده، هالسيبستونس هذيا اللي هي صفراء. دونك شد عمل شد غزر للسيبستونس هذيا سو ميكروسكوب، لقى انه فما دي بكتيري اللي هما ياخذوا الفورم هذيا اللي هي اون فيت ذكرته بالعنقود نتاع العنب، بروبابلمون كان جيعان وقتها. دونك اش سمى البكتيري هذيا؟ سماها ستافيلو كوك. اش معناتها ستافيلو كوك؟ ستافيلو معناتها اون فيت عنقود نتاع عنب. هذه هي شنو هي الفكره، كوك معناتها كوكسي. من بعد لقاو انه البكتيري هذيا اون فيت تعمل ان بيغمون اللي هو جون.
دونك سميوها ستافيلوكوك اوريوس. اوريوس معناتها لون الذهب. هذه هي شنو الفكره. اون فيت شنو هو البيغمون هذايا؟ البيغمون هذايا هو اون فيت ستافيلو كزونتين اللي هي دونك بيغمون تخليه ستافيلوكوك اوريوس على البروان تاعها كما تراهوني. البيغمون هذايا يحمي ستافيلوكوك اوريوس من لي راديكو ليبر كما الايون سوبر اوكسايد كما تراهوني يحميها منهم. الايون سوبر اوكسايد كما بروبابلومون تعرف يعمل دي دوماج على البكتيري، وبالتالي البكتيري متاعنا تستعمل هالستافيلوكزونتين باش تحمي روحها من هاللي راديكو ليبر. لي نوتروفيل اللي هما لي سيلول متاع ليمونيتي متاعنا يستعملوا لي راديكو ليبر باش يحاولوا يقتلوا لي بكتيري، وبالتالي هذا من الحاجات اللي تستعملهم البكتيري متاعنا باش تحمي روحها من ليمونيتي متاعنا. هذه هي شنو هي الفكره. به دونك باش نمشيو نراو دي كاركتيرستيك اخرين بالنسبه لستافيلوكوك اوريوس. اون فيت البكتيري هذيا راهي بيتا ايموليتيك. اش معناتها بيتا ايموليتيك؟ معناتها كي تحطها في جيلوز او سون باش تمشي تعمل ايموليس كامله للدم كما تراهوني. فما زون اللي هي كومبليتوم فارغه من الدم اللي هي تحيط بالكولوني نتاع البكتيري نتاعك. دونك كما تراهوني فما دي زون هما فارغين. هذه هي شنو الفكره نتاع بيتا ايموليتيك. بالنسبه للبيتا ايموليس كيفاش تصير؟ اون فيت ستافيلوكوك اوريوس تصنع دي بروتين اللي هما سميوهم ديزيموليزين اللي هما انواع. اون فيت نلقاو الايموليزين الفا بيتا جاما ودلتا اللي هو يصنعهم ستافيلوكوك اوريوس. لي بروتين هذوما عندهم المنظر نتاع جعبه نتاع بور. كيفاش باش الستافيلوكوك اوريوس باش تستعمل البور هذايا؟ اون فيت باش تشد جلوبول روج باش تحط عليها لي بور هذوما، وبالتالي الجلوبول روج باش تتفرقع بالاكسيوم تاع البور هذايا كما تراهوني اللي هي باش تعطينا هالبيتا ايموليز الكامله. بالنسبه للستافيلوكوك الاخرين اللي هما كواغولاز نيجاتيف باش يعطيونا اون فيت اون جاما ايموليز. اش معناتها جاما ايموليز؟ معناتها اون فيت ما فماش ايموليز. هذه هي شنو الفكره. دونك الجاما ايموليز باش نلقاوها مع ستافيلوكوك ابيدرميديس وستافيلوكوك سابروفيتيكوس اللي هما كيما قلنا لي ستافيلوكوك كواغولاز نيجاتيف. اذا كان ما تفهمش برشا في الرياكسيون تاع البيتا ايموليز والجاما ايموليز عندي فيديو خدمتها على الرياكسيون هذيا تجب تلقاها في الديسكريبسيون لوطا. به دونك هذم حاجات نلقاهم في ستافيلوكوك اوريوس لفات انه هو بيتا ايموليتيك. بخلاف هذايا فما حاجات اخرين نجم نقولها مع ستافيلوكوك اوريوس، مثلا هي بكتيري ما تتحركش دونك هذه حاجه. حاجه اخرى هي بكتيري اللي هي دونك تاكل نوعيه نتاع سكر نسميوها المانيتول، دونك نقولوا هي تفيرمونتي المانيتول. هذه هي شنو الفكره. وزاده هي بكتيري اللي تجم تعيش في بلاصه فيها برشا ملح، دونك تتحمل الكونسنتراسيون عاليه نتاع ملح. حاجه اخرى على ستافيلوكوك اوريوس هي اني بكتيري فاكولتاتيف انيروب كما اغلبيه البكتيري، معناتها تجم تعيش في الاكسجين ولكن زاده تجم تعيش من غير اكسجين، معناتها هي بكتيري انديبوندونت من الاكسجين. به بالنسبه للريزرفوار نتاع ستافيلوكوك اوريوس اكثر بلاصه نجم نلقاو فيها البكتيري هذه هي الخشم نتاع العبد. اون فيت حكايه 20-30% من العباد عندهم ستافيلوكوك اوريوس في الخشم نتاعهم. بخلاف هذايا نجمو نلقاوها في البو في ليزانتستا وفي الفاجان زادا. دونك هذه فيديو اليوم ان شاء الله نكون عاونتك.